أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة من برنامجكم مصر مساء. خليني أقول إن أنا النهاردة إن شاء الله هكون متواجد معاكم خلال الحلقة بدلا من الزميلة الإعلامية أميرة مرسي اللي بتتقدم لكل جمهورها بخالص الاعتذار نظرا لحالتها الصحية، فهكون متواجد أنا النهاردة بدلا منها. تمنياتي لك يا أميرة إن شاء الله بدوام الصحة والعافية، وربنا كده يقومك بالسلامة ودايما تكوني متألقة ومتأنقة بإذن الله تعالى. خلال الحلقة النهاردة معانا موضوعات هنتكلم عنها، ومعانا كمان أحد الاستغاثات اللي أرسلت لفريق عمل البرنامج. خلينا نقول إن الدولة الفترة الأخيرة أخذت العديد من القرارات مؤخرا نظرا للإجراءات الاحترازية اللي احنا بنشهدها خلال الفترة الأخيرة. من ضمن الإجراءات الاحترازية الحقيقة كانت منع الشيش عن الكافيهات وعن المقاهي بمختلف محافظات الجمهورية، ده طبعا علشان صحة المواطن وعلشان نحد من انتشار فيروس كورونا. لكن خلينا نقول إن هناك فارق كبير ما بين الحزم والاستهتار. طيب ليه بنقول ده؟ لأن ظهر بعض المسؤولين اللي ابتدوا إن هم يستخدموا هذا القرار ويتم تطبيقه بشكل خاطئ. عندنا واقعة وهي استغاثة من أحد أصحاب الكافيهات بمحافظة الأسكندرية على حد قوله، يعني إن الأستاذ محمد مسعد وهو معاون محافظ الأسكندرية يعني استغل أو ابتدى ينفذ هذا القرار ولكن بشكل خاطئ. على حد قولهم إن تمت أحد الحملات اللي من خلالها قاموا بتحطيم بعض الشاشة اللي متواجدة وكسرها والهجوم على أحد المخازن الخاصة بأحد الكافيهات بدون وجه حق. مش كده وبس، تم تغريم هذا المكان ب 2500 جنيه غرامة زي ما احنا هنشوف دلوقتي الوصل المتواجد على الشاشة. زي ما احنا شايفين ده وصل لتغريم هذا المقهى بمبلغ 2500 جنيه فضلا عن تكسير للعديد من المعدات الخاصة به. ده طبعا على حد قول أصحاب الاستغاثة. فالرسالة اللي احنا عايزين نقولها، نتمنى من جميع المسؤولين معرفة الفارق ما بين الحزم والمرونة. امتى اكون حازم وامتى اكون عندي مرونة ويكون عندي تطبيق للقانون بروح القانون. الحقيقة دي كانت استغاثة كده حابين نبتدي بيها حلقتنا النهاردة. أما دلوقتي هيكون معانا بقى بشرة خير وبشرة تفاؤل لما نلاقي مجموعة من المواطنين المصريين من مختلف التخصصات بيقوموا الحقيقة بحملة توعوية على مستوى واسع جدا لمعالجة السلوكيات الخاطئة لدى المجتمع المصري. بنعالج الإدمان ولكن بشكل حديث، ولما أقول الإدمان لا أقصد هنا الإدمان من حيث إدمان المخدرات أو إدمان السجائر، ولكن الإدمان لجميع السلوكيات الخاطئة أو حتى الصحيحة بشكل مفرط يؤدي إلى تحويل المسار الإيجابي لمسار سلبي. يكون معايا منورني ومشرفني خلال الحلقة النهاردة دكتور محمد جابر، الكاتب الصحفي والمحاضر في المجال الصحفي والإعلامي. دكتور محمد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مساتك أستاذ عبد الرحمن، نورتني وشرفتني، وإن شاء الله نقدر نرسل مجموعة من الرسائل الإيجابية للسادة المشاهدين. أشكرك يا فندم، أنا سعيد جدا إن أنا أضيف على سيادتك النهاردة. ربنا يعزك. دكتور محمد، خلينا نقول مبادرة ابدأ بنفسك وانهض بوطنك. الحقيقة قمت الفترة الأخيرة بالعديد من الفعاليات التوعوية. خلينا كده نتكلم بشكل سريع، إيه أبرز الحاجات اللي أنتوا قمتوا بيها خلال هذه المبادرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بسيادتك، وأنا سعيد جدا بأن أنا أكون ضيف على سيادتك النهاردة، ويمكن ربما هذا لم يكن مرتبا لكن ده من فضل الله سبحانه وتعالى أن أنا أتشرف في هذا النهاردة، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن أنا أكسب إنسان على خلق كريم وإنسان عظيم زي سيادتك. ربنا يعزك. أنا في الحقيقة فندم أنا عايز أبدأ بأن أنا أوجه كذا رسالة الأول قبل ما أدخل في الموضوع وقبل ما أتكلم سيادتك. أولا إحنا نتوجه كلنا بخالص التحية والتقدير والاحترام للأستاذة الكبيرة الصديقة العزيزة الأستاذة أميرة مرسي
نتمنى لها الشفاء. الحاضر الغائب في حلقة النهاردة. الحاضر الغائب النهاردة، وكان موجود، كان مفروض أن أنا أكون ضيف معها النهاردة، لكن نتمنى لها الشفاء العاجل، ونتمنى أن احنا نلتقي بها قريبا بإذن الله في أقرب فرصة. اسمح لي يا فندم برضو أوجه رسالتين على السريع، رسالتين عزاء. صديق عزيز جدا الأستاذ سيد لاشين الصحفي الكبير والنجم السينمائي العظيم، في وفاة عمه سيادة اللواء كمال لاشين، ندعو الله بالرحمة لعمه. في زميلة عزيزة صحفية كبيرة جدا ومذيعة لامعة صديقة كريمة جدا الأستاذة دينا محمد، أنا التقيت معها في عدة حلقات، نتوجه لها بخالص العزاء في وفاة زوجها الأستاذ محمد عبد الفتاح، ونتمنى أن يرحمه الله رحمة واسعة ويرحم أمواتنا جميعا ويحسن ختامنا جميعا يا رب بإذن الله تعالى. ربنا يرحم جميع أموات المسلمين. الله يخليك يا فندم. خلينا ندخل كده في موضوع حلقتنا النهاردة، ونتكلم عن أبرز الفعاليات اللي قمتوا بيها في مبادرة ابدأ بنفسك وانهض بوطنك. في الحقيقة فندم المبادرة دي أساسا أنا اللي متزعمها في محافظة الفيوم، ودي أنا اشتقيت اسمها بالرغم أن هي مشتق لها مبادرات كثيرة جدا بنفس الاسم تحمل ابدأ بنفسك، إلا أن النص الثاني من الاسم ده اللي هو يخصني أنا، اللي هو ابدأ بنفسك وأنهض وطنك. أنا اشتقيته من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ابدأ بنفسك وبمن تعول. احنا كلنا بنطالب الدولة ونطالب قيادتنا وقادتنا وزعمائنا بالكثير، احنا عايزين وعايزين وعايزين، صحيح، لكن هل من الخلق الإسلامي حتى أن احنا نطالب بما لنا ولا نؤدي ما علينا؟ لا. صحيح. احنا ديننا الإسلام الحنيف ورسولنا الكريم علمنا أن المسلم لا يكون سلبيا، يجب يبقى لنا دور في نهوض ببلدنا. فلذلك اشتقيت الاسم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ابدأ بنفسك، لأن في حديث بيقول ابدأ بنفسك وبمن تعود. كمان ربنا سبحانه وتعالى قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا. هو ده بقية الاسم بتاع المبادرة، لأن دايما المبادرة بختمها بحديث الرسول الكريم، ابدأ بنفسك وبمن تعود، واختمها بالآية اللي بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما نيجي نشوف نواحي الحياة هنلاقي ان احنا بنعاني ونقاسي من بعض الغلاء المعيشة والتكاليف الجامدة، وفي نفس الوقت في إساءة سلوكيات دي جاية من السلوكيات خاطئة للمواطن المصري. انا تناولت عدة مواضيع في الصحف وفي الجرائد عن هذا الموضوع. اولها كان الإسراف في المياه، لان مصر كانت مهددة بالعطش بسبب مشكلة سد النهضة. ولو بصينا في الحقيقة من ناحية العلمية، المياه الحمد لله موجودة وبوفرة وبكثرة، لكن الفاقد فيها نسبته كام؟ الفاقد نسبته عالية جدا. ويمكن أنا كمتخصص في المياه وكمهندس مياه، لو سيادتك تعرف أن الفاقد أضعاف المستعمل نتيجة سلوكيات خاطئة عالجها ديننا الحنيف. إذن يعني خلينا نقول أن دايما المشكلة دايما بنسكل دائما في الحلول أو نتركها للحكومات، ولكن إحنا كبشر عندنا سلوكيات خاطئة لابد أن يتم تغييرها. يا فندم ده مش على الدولة، ده حتى على الفرد. نلاقي دايما أن أفراد الأسرة بيطالبوا عائل الأسرة عايزين كذا، طب ما تعمل اللي عليك. صحيح. اللي عليك كذا، تعال نشوف مشكلة زي الكهرباء، نبص نشتكي من ارتفاع أسعار الكهرباء، فعلا ارتفعت سبب حاجات تانية، ارتفاع أسعار البترول وغيره وغيره، ماشي. لكن الإسراف والتبذير، أنا لما استعمل على قدي بس، تعال نشوف حاجات تالتة زي الوقود، البنزين، حاجات كتيرة جدا، الطعام، الملابس. هنا المبادرة اللي أنا أطلقتها إن كل واحد يبدأ بنفسه. الأول خليني أقول لحضرتك إن أنا سعيد جدا إن المبادرة انطلقت من الفيوم وهي محافظتي الأم ومسقط رأسي، فده شرف لينا طبعا. يا فندم الفيوم هي اللي تتشرف بسيادتك. ربنا يخليك يا رب، تسلم لي. عايزين بقى هنا يا دكتور نقول إن السبب في ده كله هي سلوكيات للبشر. أدي لسيادتك حاجة بسيطة جدا يا فندم، أنت سيادتك دلوقتي لما أديت اتكلمت على موضوع زي الشيشة. تمام. الموضوع الشيشة ده مش هنتكلم السلوك اللي تم ده في تعسف ولا لا، أو في استغلال سلطة من بتوع الأحياء وكلام، دي قضية تانية. لكن تعالى على مبدأ الشيشة عموما، الشيشة بأضرارها بكوارثها، هي نوع من أنواع التدخين. صحيح. زي السجاير. تمام. إدمان الشيشة وإدمان السجاير، شوف المواطن بيبقى عامل إزاي في شهر رمضان، وأول ما يجي المغرب يجري على الشيشة والسجاير. صحيح. ده نوع من الإدمان. ضيف عليه إدمان حاجات تانية، إدمان الخمور، ضيف عليه إدمان المخدرات. لكن هل هي دي كل دي تقع تحت مسمى الإدمان بس؟ لا. ده دي اللي هي الحاجات اللي هي من فروع التدخين
أو الحاجات اللي بتتوه طب العقل. خلينا بقى هنا كده يا دكتور ناخد الموضوع بشكل مبسط علشان نبتدي إن احنا نعرف المشاهدين يعني إيه إدمان. إدمان يا فندم دي معناها إيه؟ معناه التعود على شيء بحيث إن أنا أقع تحت أثر هذا الشيء. ودي ليها مسميات كثيرة جدا في اللغة، بس يعني لما نيجي نشوف إيه هي الإدمان دي أعلى درجة. يعني خلينا نقول إن دائما الإنسان لما بيقوم بسلوك معين ويتم تكرار هذا السلوك زي ما حضرتك قلت قبل كده قبل الهوى إنه يتحول لعادة، ويمكن للعادة مع الإفراط في استخدامها أن تتحول إلى إدمان. هل ده على مستوى الأشياء المادية اللي بتمسك بس، ولا ممكن واحد يدمن حاجة معنوية زي استخدام الإنترنت زي الجيمز؟ يا فندم ده في جميع نواحي الحياه، ولذلك تلاقي الرسول الكريم عليه السلام عليه حسم الموضوع ده وحل المشكله دي بكلمه واحده، اما قال لك خير الامور الوسط. الوسط، وخير الامور اوسطها. تمام. صحيح. تبص تلاقي الادمان لما يزيد حاجه بسيطه بيتحول الى افراط. بمعنى انا مدمن اكل، مدمن اكلات معينه، زودت بقى افراط، تحصل مشاكل صحيه. مدمن حاجه معينه في تصرف معين، زودت بقى افراط. طب ان زودت اكتر بقى ايه؟ زودت بقى بس مدة أطول، إدمان. اتحول، لا اتحول للدرجة الأعلى شوية اللي هو التعود. التعود اللي هو ممكن الرجعة فيه. تمام. اتعودت على حاجة معينة. تمام. والتعود على فكرة ليه نواحي جميلة وليه نواحي سيئة جدا، زي إن أنا اتعودت إن أنا أنتظم في عملي، اتعودت أواظب على العمل. لكن لو دخلت في الإفراط بما يضر بآثار جانبية، يضر حاجة تانية وعلى صحيح. حساب حاجة تانية، ويمكن وعلى حساب حتى ناس تانية، احنا وعلى حساب حقوق ناس تانية، دخلت في الإدمان. وحتى يمكن احنا حتى في أمثالنا الشعبية كده البسيطة بنقول الحاجة لو زادت عن حدها بتتقلب بالضبط. تعالى يا فندم شوف موضوع زي إدمان السجاير ده. المدمن اللي بيشرب السجاير ده، احنا ما دخلناش المخدرات خالص، المدمن اللي بيشرب سجاير بيضر كم واحد؟ أكيد. أنت عارف فندم إن السيجارة فيها 4000 مادة مسرطنة؟ تعرف سيادتك إن السيجارة 55% من المواد اللي فيها كلها مسرطنة تماما. طيب انا دمرت مين؟ دمرت اسر، صحة اللي حواليا. انا مدمن لحاجة، طب انا اذيت اللي جنبي، اللي جنبي ذنبه ايه؟ صحيح. تمام. خليني مدمن حاجة معينة، الانترنت، شوف مشاكله عاملة ازاي. خلينا نقول ان هو ليه ايجابيات كتير، ولكن الافراط في استخدام الانترنت، الافراط يا فندم ده ليه اضراره. انا لما بقعد ليل ونهار اتحولت لآلة. طيب هملت مصالح الناس لو انا موظف، هملت صحيح. دروسي لو انا طالب، هملت اسرتي، ده الاعتدال، راح الاعتدال من عندي. هملت صحتي ان انا ليل ونهار، هملت فروض ربنا، ممكن الاذان جدا وما اديش فرض ربنا. ده طب. وصل يا فندم، ما ادي لك ملحوظه للاسف سيئه جدا جدا. تعالى وقت صلاه الفجر افتح النت تلاقي هتلاقي ناس قاعده كتير اونلاين اونلاين، وايه ده مش صاحي، ما بينامش، ده ما بيصلاش الفجر. صحيح. تمام. ده وصل، هو ده اكبر نموذج للإدمان. طب خلينا بقى نقول يا دكتور ان في كتير مننا بيعمل حاجات كتير ومش بيبقى عارف ان هو ممكن يدخل في جو ادمانها شويه، فمتى يدق ناقوس الخطر ونقول احنا بدأنا ندمن هذا الشيء؟ يا فندم ندمن الشيء اذا جه على حساب شيء تاني، واذا تعدى على حقوق الاخرين. بمعنى ايه؟ انا مش عايز اتكلم، اخلي الحلقه تاخد الصبغه الدينيه، لكن لما نيجي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو كان بيقول لك عليه ايه؟ افضل الصلاه والسلام، ان لبدنك عليك حق. صحيح. بدا بالبدن، عظيم، البدن هو الاساس انك تادي اللي بعد كده، وان لاهلك عليك حقا، الاسره ليها حقوق. طيب لو انا هروح العب رياضه هملت ولادي، لو انا هشتغل ليل ونهار هملت ولادي، وان لعاملك عليك حقا، ما اشتغلش ليل ونهار واسيب ولادي واسرتي. تمام. وان لربك عليك حقا، حتى الطاعه لها وقتها. إذن الاعتدال، الاعتدال بما لا يجور عمل على حساب عمل تاني. انا خليني ان انا محب للانترنت ومحب للعلم، ما همالش اسرتي واولادي، وفي نفس الوقت ممكن ابتدي ان انا اعدل الاستهلاك بتاعي لان هو يفيدني في مختلف مناحي حياتي، او ان انا ارشد الاستهلاك فيما يعمل عمليه توازن ما بين حياتي طبعاً الشخصيه يعني والروحانيه ده والعمليه. ده في حاجات كتيره جدا جدا. احنا برضو مش هنتكلم على اضرار، اخلي الموضوع زي موضوع التدخين ده، بستهلك كام علبه في اليوم؟ تمنهم كام؟ صحيح. انا لو جبت بتمنهم فاكهه لاولادي، طب انا نفعت بيتي واولادي وحولت تمام؟ التاثير السلبي لتاثير ايجابي. لو استغفر الله مخدرات، لو خمور، طب ما بيتي واولادي اولى، ده غير كمان الحرام والحلال الناحيه الشرعيه. طب انا بيتي واولادي عايزين. طب خليني ان انا مدمن طعام، في ناس كيفه اكل طالعه تطلع في مطاعم تشتري،
الحاجات الغاليه جدا وتاكل، هو مزاجه كده، ربنا عاطيله صحه وعاطيله شراهه، بس سيب اولاده جعانين ممكن ما يروحش بكيلو فاكهه لاولاده. طب ما اولاده ليهم حقوق. الاعتدال يا فندم مطلوب في حياتنا. تمام، تعال بقى شوف موضوع زي الكهرباء، تلاقي الجو حر جدا، ناس مشغله مكيفات، عظيم، خلاص انت بردت المكان اطفيه، وفر الكهرباء تروح لحاجه تانية. كيف يمكن ان نوجد حلول للمشاكل دي؟ الحل يا فندم في تقويم سلوكنا، ان انا اكون رقيب على تصرفي، ان انا اكون معتدل في تصرفي. بس خلينا نقول يا دكتور هنا ان المشكله خلينا نقول انها بتيجي من النشأ، ان الاسره ليس لديها الثقافه الكامله، فالنشأ اللي طالع او الطليع بيبقى معتاد على مثل هذه التصرفات. سيادتك يا فندم دوست على الجرح دلوقتي اللي هو البدايه، الجذور. لاحظ حاجه يا فندم، ان من شاب على شيء شاب عليه. انا لما اولادي في سن صغيره جدا جدا عودتهم على حاجه انا مش في استطاعتي، يعني خليني في، تلاقي رب اسره مثلا عود اولاده على نوع معين من الاكلات الفخمه الغاليه مش عارف ايه، امكانياته لا تسمح، تكون النتيجه ايه؟ دخلوا في التعود اللي اصبح ادمان، انا عايز كذا كل يوم. هنا في نقطه، ان انا لازم ازرع في اولادي القناعه والرضا، ان هم يقولوا الحمد لله على المتاح، على المتيسر. تمام، لما اولادي يبقى في سن صغيره يطلبوا اشتراك في نادي غالي، مش بطاقتي، مش بامكانياتي. صحيح. هنا تخش في الجزء بتاع التربيه، ان انا اعلمهم يحمدوا ربنا، ربما انت عايز حاجه، ربما ربنا اعطاك نعمه في حاجات تانية. تيجي بقى موضوع زي النت، ان انا اولادي يبذروا فيه، يبقى فيه مغالاه مبالغه فيه، طب ما انا اعرفهم ان المبالغ دي هم اولى، تروح بتعليمهم، تروح لجوازهم، تروح لحاجه تانية، وهكذا. البدايه يا فندم من هنا. مع حاجه بقى من اخطر ما تتخيل يا فندم، ان هو ايه؟ ان انا العادات السيئه لازم يبقى فيه ترشيح، ارشاد، توعيه، ردع وعقاب لو العادات سيئه. وانا عايز بس اقول لحضرتك حاجه، ان احنا عندنا كمان افتقاد للقدوه، يعني ممكن نشوف الام بتمنع طفلها مثلا عن استخدام التابلت وتفضل هي تستخدمه طول اليوم، فمن هنا بيعمل نوع من انواع الصدمه. ده طيب، ده يا استاذ عبد الرحمن بسبب ان انا ما وفرتش لاولادي غير التوعيه والارشاد، ما وفرتش القدوه. بالظبط، لازم انا اكون مثال لما اكون قدوه لاولادي. بالزبط. اللي هي قال عليها الحديث الشريف، ابدا بنفسك. صحيح، انا ازاي فقد الشيء لا يعطيه؟ ادي المثل لسيادتك، مثلا ازاي احاسب اولادي على الصلاه وانا ما اصليش؟ صحيح، لازم انا اصلي، ان شافوني بصلي هم ليه حق ان انا احاسبهم على الصلاه؟ تمام، لازم انا ابدا بنفسي كقدوه، وبعد كده هم يتبعوني بعد كده في حاجتي. بس في نقطه يا فندم من اخطر ما تتخيل يا فندم، اللي هي ده ادمان الحاجه الحلوه، لكن ادمان الحاجات السيئه لو ظهرت، خلي ان انا شفت ابني بيشرب سيجاره، لازم يبقى فيها في الاول توعيه حاسمه. طب انت كرر، يبقى فيها عقوبه ورد، لان ما سيبوش يدمر صحته، لان ممكن تتحول الى مخدرات بعد كده. طب الله لا يقدر لو في طفل تعود انه يسرق حاجه من امه وابوه يخبيها، ده لما هيكبر هيسرق من قرايبه، هيسرق من جيرانه. لازم اعمل وقفه على طول، ده وقفه قاطعه بعقاب رادع وعنيف. واسمح لي برضه اقول، هيدعي لي بعد كده طبعا، وفي نفس الوقت لازم الاسره يبقى عندها جانب التوعيه، هل السلوك ده سلوك هو قام بيه بشكل يعني اعتيادي، ولا السلوك ده سلوك يحتاج للتعديل، لان ممكن حد يبقى مصاب بداء السرقه مثلا. لا يا فندم، ده لابد يبقى فيه اهتمام من الاب والام. بالظبط، وعينهم على الاولاد، اللي هي تقع تحت دائره ايه؟ كلكم راعي ومسؤول عن رعيته. صحيح، تمام، انا لازم اكون عيني عليهم بالنصح، بالارشاد، وبالعقوبه اذا اقتضى الامر. بس في ما هو اهم، ان هم بقى عينهم عليا كقدوه، ان صحيح، هم يشوفوا مني اللي انا بانادي بيه. خليني ان انا مثلا ممكن اوصي اولادي بصله الرحم وانا مقطع قرايبي، يبقى انا عملت ازاي؟ انا مش قدوه لاولادي كده. صحيح. الرد ايه؟ طب ما هو انت ما بتروحش، طب ما انت ما بتسالش. اذا يعني رساله بنوجهها لكل الاسر المصريه اللي بتسمعنا دلوقتي، لازم تكون قدوه حسنه لاطفالك واولادك علشان يقدروا يقتنعوا يا فندم اللي انت بتنصح. لازم يكون قدوه لاولاده. الحاجه الثانيه، لازم عينه عليهم ويكون نعم الراعي لاولاده سواء اب او ام. الحاجه الثالثه، لازم يبقى في وازع ورادع. تعالى زي موضوع زي الصلاه، الناس بتهمل الصلاه، الاولاد بيهملوا الصلاه. شوف شوف ديننا الحنيف نظمها ازاي، نظمها ازاي. في الاول قال لك علموهم لسبت، اضربوهم لعشر. ليه؟
عشان يستمر. طب بعد ما يعاقب مش محتاج بعد كده، هيستمر من نفسه. بس صحيح. هيستمر عارف بقى ازاي بقى؟ بقوة الدفع. وبعدين هو ترك ثلاث سنوات للتوعية، يعني ثلاث سنوات للنصح والتوعية. ما هو بص يا فندم، اللي انا هضربه العشرة ده ممكن يصلي قدامي. صحيح. ومن ورايا ما يصليش. بالظبط. لكن لو شافني انا بصلي خلاص، ان شافني ان انا في حديثي ما بختبش حد، لو شافني ان انا تبدي لك مثلا، في ناس احنا بنتكلم على الادمان، في ناس مدمنه تشتم الناس. صحيح. تيجي تسير تفاد ده ابن كذا، ده ابن كذا، ده ابن كذا. صحيح. موقف الاولاديه. صحيح. لازم تلاقي، شوف اي اب او ام ما وراهمش غير شتيمه، شوف ولادهم ازاي. شوف اي سيده يا فندم، اي سيده تغتاب الناس وتجيب سيارهم، او راجل او راجل. تمام. او رجل، شوف اولادهم عاملين ازاي. طب يا دكتور خليني بقى نقول، طبعا الكلام مع حضرتك شيق لكن الوقت بيجري بسرعه، فعايزين كده في الاخر تلخص لنا روجيتا لكل الاسر المصريه لتوعيه ابنائهم ولتغيير سلوكياتهم في دقيقه، تقول لهم ايه؟ في دقيقه يا فندم حاجتين، يمكن زي ما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كلكم راعي مسؤول عن رعيته، عينك على اولادك في كل تفاصيل الحياه، وما فيش حاجه اسمها ده كبروا، ما فيش حاجه. بص يا فندم، الولد والبنت تحت عينيا كأب وكأم لحد ما يفتحوا بيت تاني، يبقى أنا سلمت أمانة لأسرة تانية. كبر ما كبرش، أنا لا أبخل عليه بالنصح. وبنصح ليه؟ لأن ديننا علمنا كده. طب النصح لا يساوي شيء، كل اللي أنا بنصح بيه تبقى زي قربة مخرومة، إذا اختفت القدوة فاقد الشيء لا يعطيه. طبعا. ما كلمش أولادي، أنت لازم، عايز أشوفك تتفوق وتاخد أعلى الشهادات وأنا فشلت في تعليمي، لا أنا لازم أدي قدوة. الحاجة الثالثة، إذا لقيت حاجة صغيرة لازم بسرعة تقويم ورعقاب وردع في حدود المستطاع. ليه؟ لأن في أمور إذا كبرت تضخمت لن توقف. زي نقطة فنم اللي قلتها لك في الأول، لو أنا عندي واحد أدمن مخدرات، طفل صغير وقع تحت سيطرتها، تحت أسرها، تمام، أنت فاكر إن ده ينفع فيه نصح؟ أكيد لا. ده تفتح لباب لحاجة أخطر، إن دخل في نطاق السرقة عشان يجيب. صحيح. أصبح خرج عن دايرة النصح، فقدت السيطرة عليه، لازم. تمام. يتلحق. ولذلك إذن نبدأ بأنفسنا الأول وبمن نعول، زي الحديث الشريف مال. إذن يعني هو ده خير ختام نختم به النهاردة أعزائي المشاهدين، ابدأ بنفسك، النصح والتقويم والعقاب هم خير الأساليب للعلاج، لعلاج هذه المشكلة. دكتور محمد جابر الكاتب الصحفي والمحاضر في المجال الإعلامي، بشكرك شكرا جزيلا. أشكرك جدا يا فندم، وأنا للمرة الثانية أكرر سعادتي أن أنا جلست أمام حضرتك. ربنا يعزك. شرف عظيم أن أنا ألتقي بشخصية جميلة متواضعة زي حضرتك، وأتمنى تتكرر كثيرا إن شاء الله. إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين، دي كانت المحاور اللي احنا حاولنا نطرحها على ساحة النقاش النهاردة. أتمنى أن حضراتكم تكونوا استفدتوا من محاور الحلقة النهاردة. خليني قبل ما أختم أتوجه بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لزميلتي الإعلامية أميرة مرسي، مقدمة هذا البرنامج. وانتظروها إن شاء الله في نفس الموعد الأسبوع الجاي. دمتم في أمان الله. تحياتي عبد الرحمن سالم.